الحمد لله كما قلت لك راكم مشكورين لشوف تيفي لانكم واكبتونا بزاف ديال المبادرات اللي قمنا بهم وواكبتونا، واخا نتوما كتقلبوا علينا ما كنحتاجوش حنا نقلبوا، الحمد لله والشكر لكم جميعا كما كنقولوا، لان كتكون واحد البادره صغيره نتوما الحمد لله الاعلام بصفه عامه كيوصلها المجتمع باش الناس كذلك، لان كاين بعض المحسنين اللي ما كيعرفوش كيفاش يتصرفوا ولا من، ثم مشكورين كتوصلوا الرساله خويا كما شفتوا البادرات اللي فاتوا. دابا فكرنا في الناس ديال البوادي عاوتاني حتى هما، علاش لا ما نديو لهمش الخضره؟ لان ما عندهمش اسواق اسبوعيه، ما عندهمش وسائل التنقل باش يمكن له يتنقل يعني من واحد الدوار لدوار باش كما يلقى، وكذلك ما كيعتمدوش، غادي نمشيو للدواوير اللي ما كيعتمدوش على الفلاحه المائيه، يعني ما عندهمش الخضر، عندهم الا الزرع والزيتون، لان هادشي كاين بزاف ديال المناطق، كاين مثلا مناطق ديال تيسا، كاين مناطق ديال ولاد جامع، كاين طريق تازا بير طمطم والنواحي، كاين عاوتاني في النواحي تصفرو، نواحي ايموز زار كندر، هادو كلهم فكرنا فيهم وغادي ندورو بجهد الله الا كتب الله يعني على هاد الدواوير، كل اتجاه غادي نخصو ليه واحد المية، يعني نتعاونوا مع واحد المية عائلة بالخضر ديالهم بالمواد الاستهلاكية ديالهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. واليوم غادي نبداو من الناحيه ديال تيسا ان شاء الله، ويمكن نرجعوا للناحيه دولات جامع وغدا عاوتاني وهي تستمر حتى يتسال هذا الشيء ان شاء الله حتى يدوز. وحنا الحمد لله ما حد جهد كاين وما حد اللهم لك الحمد، يعني مازال كدخلنا بعض الاموال من العمل ديالي، لان كنت شي شركات يعني خدمت معهم شهر جوج وشهر ثلاثه مازال كيعطيونا الحمد لله مشكورين، وكنشكروا شركه بيلكوف بزاف لان هذيك صراحه الله ادات الواجب ديالها على احسن ما يرام. داك الشيء ما حد حنا كنشد ما حد كنعطي، انا اقسم بالله العلي العظيم ما نخليتها 5000 درهم في داري محطوطه، اللي جابوا الله نتعاونوا مع خوتنا كما قلنا نتعاونوا مع هاد الناس باش نحاربوا هاد الوباء باش نقدروا نعيشوا، رغم انني كنقدم القليل وكنبانوا عبر المنابر الا التشجيع، باش كي تشجعت انا شجعني واحد اخر انا نشجع واحد اخر وواحد اخر وهي تستمر، باش الحمد لله كما كنقولوا كما يتضرب المثل بالمالك وشعبه، رغم انهم ضرب سيدنا نصر الله لان خدا بزاف الوسائل الاستباقيه وضحى بالاقتصاد البلاد على ود الشعب، ودار كذلك مساعدات ماليه ومساعدات غذائيه، حنا عاوتاني نساعدوا بالقليل على اللي في قدر المستطاع ديالنا، وكنطلبوا من جميع المحسنين الناس الميسوره حتى هما يتساعدوا، اللي في شي مدينه يتساعد مع الناس ديالها، وهذه هي الرساله اللي باغي نوصلوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. خويا حنا راه ماشي المواطنين كنحسبهم خوتنا، هادو دابا خوتنا، ما بقاش هذا مواطن ولد مدينه ولا هذا ولد عروبيه ولا هذا من هذا الاقليم ولا هذا من هذه الولايه، لا، حنا دابا الحمد لله كلنا خوت وخصنا كلنا اليد في اليد، لان هذا الوباء هذا ما عمرنا عشنا هذه الظروف هذه وما عمرنا عشنا هذا الوباء، وهذا الوباء الا ما اتحدناش ودرنا يدينا ببعض يدين بعض راه ما غاديش نتغلبوا عليه، وحنا كنطلبوا من المواطنين باش يعني نوليو للحياه العاديه ديالنا، لان توحشنا الاقارب، توحشنا والدينا، توحشنا اولادنا، بالنسبه لي انا ما كنشوفش اولادي هذه تقريبا شهر، يعني توحشهم وتوحش كل شيء، كذلك اي مواطن في هذه البلاد الا راه توحش العائله ديالو، توحش هو يخرج يجلس في قهوه، توحش يخرج كاسكروت برا، يخرج وليداته يتساراو، هذا الشيء كله راه حنا توحشناه. هذا الشيء علاش كنطالبوا المواطنين ياخذوا الاحتياطات ديالهم، الانسان ما يخرجش للضروره، والحمد لله كاين المحسنين جزاهم الله خيرا، وكاين كذلك سيدنا نصر الله يعني الله يحفظه قام بزاف البوادر باش هاد الناس ما تخرجش. وحنا كما كنقولوا لا حاصر الناس ما خرجش غنحاصروا هذا الوباء حتى الدوله تسيطر عليه، هذا الشيء اللي كنطلبوا من الناس، وحنا الحمد لله هذا الشيء اللي كنقولوا راه ماشي صداقه، هذا الشيء اللي الانسان كيعطيه راه ماشي صداقه، حيت هذا الوقت ماشي الصداقه، هاد المغاربه ما كيطلبوا الصداقه، هذا وقت كتشرك الطعام مع خوتك.